التكريم إلى حساب الأميرة هيفاء السعود نائب وزير السياحة. جاءت هذه التغريدة: هذا الجيل القادم حيث تنطلق مبادرة الميتافيرس من روح السعودية، وهي فرصة غير تقليدية للشباب عموما ليشاركوا في بناء المستقبل. اتركوا لخيالكم العنان في تخيل ما سنقدمه لكم، سنفاجئكم. ونحن أكيد في انتظار هذه المفاجآت اللي راح تكون أكثر من رائعة. وإلى